هذا الخسف طبعا انتشر كثيرا وبخاصه في الدول المتطوره في اوروبا وامريكا وفي روسيا وصيح. انظر كيف خسف بهذه الفتاه بشكل مفاجئ مع, مع انها تسير على الشارع عاديا الله يعني. هذا الخسف شيء جديد يدرسه العلماء اليوم لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي حدث؟ انسان يمشي يخسف بهذا بيت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا والصوت الخسف يعني حتى مرعب عندما هنا مثلاً تشاهد أحياناً سيارة يخسف بها سيارة تكون رصيف خسف به إلى إلى طرف الآخر. هذا <applause> الكتاب. ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قد يظن البعض ان حديثنا عن الاعجاز العلمي يرتبط بالكلام عن الاخره وهذا كلام غير صحيح لان الكلام عن الاخره وعالم الغيب فيها هذا من عالم الامر كن فيكون اما حديثنا في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم أنزله بعلمي يدور حول الإعجاز العلمي فيما يتعلق بعلوم الكون والإنسان وما يحيط حولنا من عالم وفي هذا اللقاء نتوجه بالشكر الدائم في حلقاتنا لضيفنا الدائم الدكتور عبد الدائم كحيل مرحبا بكم دكتور شرفنا مرحبا بالقاء. بكم وبارك الله بكم يا أهلا وسهلا مرحبا بارك الله فيك دكتور نبدأ بسؤال تعودنا فيه في بداية الحلقة يعني أمور الآخرة كما يقال يعني هل تقاس الأمور المتعلقة بالآخرة هل الأجاز العلمي يتكلم عنها أم هو يتكلم عن أمور الكون فقط لأن هذه شبهة يثيرها بعض المشككون في موضوع الأجاز العلمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة هذه الشبهات يثيرها ليس فقط الملحدون أو المشككون أيضا بعض المسلمين سبحان الله عندما يقولون كيف تربطون بين أحداث الآخرة الغيبية وبين الحقيقة العلمية التي هي تنطبق على قوانين الدنيا لأن قوانين الآخرة لها شكل مختلف جميل الله سبحانه وتعالى وضع ظاهرة في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن أحداث الآخرة التي حدثنا عنها وضع لنا إشارات علمية نراها بأعيننا اليوم في الدنيا جميل. لنستيقن بصدق وعد الله في الآخرة الله. مثال على ذلك الله نعم تفضل <applause> الآن قبل مئة عام ظاهرة الزنا في أوروبا وأمريكا كانت قليلة جدا جدا ولم تظهر للعلن إلا في السنوات الأخيرة. ظاهرة الزنا بين نعم الرجال والنساء. والفواحش. أو نعم أو بين. فاحشة نعم بشكل عام. نعم. فاحشة بشكل عام. هذه الظاهرة اليوم. أيوة. بعدما تم الإعلان عنها. تراها في التلفزيون أيوة. في الشوارع. واحصائيات. نعم. هذا الإعلان ماذا كانت نتيجته؟ نتيجته ظهور أمراض جديدة مثل الإيدز. نعم صحيح. أمراض. خطيرة جدا حتى إن هناك بكتيريا عنيفة جدا مضادة لكل الأدوية لا تصيب إلا الشاذين جنسيا سبحان الله أو المثليين سبحان الله طيب أنا الآن عندي حقيقة بالأرقام حسب إحصائيات الأمم المتحدة آه موضوع ظاهرة موضوع تزداد والأمراض يزداد تزداد ولدي إحصائية حسب مركز آه منع انتشار الامراض الامريكي المعدية، منع انتشار الامراض المعدية، هذا مركز امريكي رقم واحد شهير جدا في العالم. جميل. يعطيك احصائيات بالرقم. كويس. يقول ان ربع رجال امريكا مصابون او قد اصيب ذات مرة بمرض جنسي معدي، ربع يا 25%. الله يا الله. رقم مخيف احصائيات مرعبة. وهناك ملايين من الناس ماتوا بسبب مرض الايدز. وأمراض أخرى جديدة فيروسات جديدة لم تكن معروفة صحيح طيب, صحيح. طيب، هذه الحقيقة التي أنا أراها بعيني الآن م. كيف تعامل معها النبي قبل أربعة عشر قرنًا يا الله النبي أشار إليه صلى, صلى الله عليه وسلم أكيد أشار لكل شيء الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها سلم يا رب إلا فشى فيهم أيوة الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا قد يقول لك بعض المستمعين لم يرد الإيدز في الحديث بعض الناس تفكر هذا نعم التفكير نعم. فكيف تدخلون هو, هو النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمراض جديدة الإيدز جديد ظهر بعد 1979 فأطلقها بالعموم بالعموم لأنه, لأنه وحمد. يوجد آلاف الفيروسات التي تستهدف ليس الإيدز واحد فيروسات هناك بكتيريا وفيروسات وأمراض خطيرة تصيب فقط هؤلاء الزنات والعياذ بالله إعجاز نبوي دكتور لأنه ما حدد يمكن ما كانت تفهم في لغة العصر زمان كلمة أبداً. إيدز لكن أطلقها صلى الله عليه وسلم نبوةً. نبوة شيء ثاني في السويد أرقى دول العالم نسبة الأولاد غير الشرعيين تصل إلى 60% الله اكبر على الرقم يعني الحمد لله اذا اردنا رقم. ان نعبر هم يعبرون عنه باولاء ليس ولد غير شرعي يعبرون عنه بتعبير لطيف الامهات العازبات مم. نسبتهن 60% الله اكبر في الولايات المتحده الامريكيه العام الماضي حسب نفس المركز وحسب مركز ابحاث بيو ريسيرش الامريكي المعروف مم. 41% نسبه الأمهات العازبات اللاتي أنجبن أولادا غير شرعيين باللغة العربية نحن نسميه أولاد الزنا نعم. فقاموا برسم مخطط بياني منذ عام 1900 إلى 2018 سبحان اليوم. الله ها سبحان الله وترى المخطط البياني عام 1900 يكاد يكون أقل من 1% أو قليل جدا قليل ثم يصعد حتى تجد دول مثلا مثل فرنسا نسبة أكثر من 40% الله أكبر هولندا إلى أخره هذه الدول التي كثر فيها أولاد الزنا بشكل كبير جدا عن دول متحضرة متقدمة جدا هم أنفسهم لم يتوقعوا أن تظهر هذه الظاهرة مم. حديثا في هذا العصر مم. لم يتوقعوا سبحان الله ولكن كيف خاطبنا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة وأشراطها وعدد أشياء كثيرة أيوة قال صلى الله عليه وسلم بعد سلام ذلك وسلام. ويكثر اولاد الزنا بالنص بالنص انت تشاهد احصائيه بعينك وترى كلام النبي الذي الله لا ينطق عن الهوى ظاهره اخرى لم تكن معروفه نتجت بسبب التلوث البيئي وبسبب وجود كميات من المياه تتسرب تحت الارض التربه الكلسيه معروف ميكانيكيا عندما تمتص هذا الماء تصبح هشه جدا ليس فيها متانه او صلابه. ايوه ويسهل انهيار اي جزء منها. جميل. ظهرت ظاهره اسمها الخسف. اه احيانا تجد بيت يخسف او عماره تخسف او حتى شخص يمكن ان ان يخسف بشخص واحد فجاه تسقط لذلك دعني ارى بعض المشاهد لكي يعني نرى موجود معنا نعم مصوره مصوره, مصورة بالصوت أكبر. والصوره فتح الله عليك فهذه هذا الخسف طبعا م. م. انتشر كثيرا وبخاصه في الدول المتطوره في اوروبا وامريكا وفي روسيا والصين انظر كيف الله اكبر خسف بهذه الفتاه بشكل مفاجئ الله مع الله انها الله تسير الله. على شارع عادي يعني سبحان الله هذا الخسف شيء جديد يدرسه العلماء اليوم لماذا يحدث ذلك ما الذي حدث انسان يمشي يخسف بهذا بيت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا خسف به انظر كيف صحيح. يراقبونه الناس و و و وصوت الخسف يعني حتى مرعب عندما يخسف به يعني طبعا بيت واحد فقط ها. هنا مثلا تشاهد احيانا سيارة يخسف بها سيارة تكون تسير وإذا خسفت وانزلقت وأصبحت في, في الأرض. انظر هذا رصيف خسف به إلى إلى طرف الآخر الله و وانقلبت هذه السيارات وحدث وفيات ودمار وإلى آخره نعم أحيانا يحدث خسف في مثلا منطقة انظر كيف تهوي نزلت في الأرض نعم نعم هذه السيارات أكبر و... وغابت يعني شيء يعني الإنسان عندما يرى هذه الظاهرة هذه كلها بعد عام 2000 تقريبا آه بدات تظهر آه في القرن الحادي والعشرين هنا شارع يختفي ويخصف به باعمدته الكهربائيه باشجاره ب... وهنا الله. جسر طبعا هذا يا دكتور ولا افلام اكشن كما لا لا, لا هي حقوق حقيقيه حقيقي. طبعا حقيقي. من مش الناس فاكره إن... نعم نعم بارك الله فيك يسمونها آه يعني سينك هول انظر هذه الحفره حقا انظر يعني. كيف سيقع هذا الرجل على اليسار انظر هو يحاول ان انظر سقط الان وجاء الناس انظر كيف يسقط داخل الحفرة سبحان الله هو يشاهد لماذا حصل الخسف وإذا به ينخسف لا به إله 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 حفرة عميقة جدا الله أكبر طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع مع هذه الظاهرة كيف يا دكتور عبد الله قال صلى الله عليه وسلم والسلام من أمارات الساعة ومن أشراط الساعة أن يكثر الخسف صلوات ربي وسلامه عليه طيب يعني انظر هذا ال هذه البساطه في كلام النبي ليس كلام معقد طيب هذه رساله لمن لنا القيامه تقترب احذر هكذا النبي حريص علينا نعم 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 اراد ان يحذرنا الان في هذا العصر يوم القيامه قريب ومفاجئ وانا اعطيتك هذه الاشارات تراها بعينك فاحذر وابدا لتستعد ل ذلك اليوم لقاء الله سبحانه وتعالى سنت يا دكتور هذا يذكرنا بقوله جل وعلا اقترب للناس حسابهم مسأله خطيره ان النبي يشير الى هذه الاشارات بقرب الساعه بعلامات ظهرت بكثره في هذا العصر الذي نحن فيه فمن انبأ محمدا صلى الله عليه وسلم او كما قال جل وعلا نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم أنزله بعلمه أيها المشاهد الكريم والله ما زال لليوم أناس يكذبون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد هذا الكلام العلمي الذي نسمعه الحقائق التي لا تقبل الشك وتجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مئات السنين الا تدلك على صدق هذا النبي الكريم؟ نحن الحمد لله نصدق برسالته ونبوته ولكنها رساله لكل شاب لعب الشيطان براسه او لعب شياطين الانس من الملحدين براسه ان استمع الى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ضيفنا نستكمل هذه الرحله الايمانيه. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف لنا ظواهر نعم. كونية عجيبة جدا نكتشفها اليوم نعم اكتشف قبل سنوات قليلة من قبل علماء وكالة ناسا أن مجرتنا فقط أيوة. فيها أكثر من 17 مليار كوكب شبيه بالأرض يا الله هذه مجرة من بين 100 ألف مليون مجرة سبحان الله واكتشفت كواكب لها نجوم تشبه الشمس وحجم يشبه الأرض وهناك احتمال لوجود حياة على ظهرها. كلام خطير هذا قلت. كلام حديث جدا. آه كلام خطير. لذلك الله تعالى كيف أشار؟ نحن نعلم أن القرآن عندما يذكر الرقم سبعة يذكره للكثرة مم. في اللغة إذا قال العرب سبعا يعني شيء كثير كأنك تقول مليارات. عرات. نعم نعم. قال سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مم. لا يوجد ارض واحده سبحان الله قد يكون قد يكون واراضي كثيره جدا هذا احد مم. مم. اوجه اعجاز الايه آه آه. كأنها تشير ل... الى مثل ذلك يعني بالضبط نعم ولكن لا بت... نقطع ان هذا هو التفسير كاملا للايه لا لا. ها... هذا... هذا هذا تدبر للايه آه نجد واش. صداه على الواقع الله, الله أكبر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة حدد الله وسلم. لنا الاكتشاف الثاني الذي سنقوله الآن آه يعني شوقتني دكتور. نعم تفضل الأرض تتألف من طبقات صحيح لا أحد كان يعلم هذه الحقيقة قبل مئة سنة فقط لا أحد يتوقعها طبعا ما فيش أجهزة زمان فقسموا طبقات الأرض إلى ثلاثة القشرة النواة والوشاح بينهما مم. طيب هذا التقسيم بعد فترة من خلال استخدام أجهزة قياس الزلازل ودراسات علمية تبين أن هناك خمس طبقات وليس ثلاثة يا الله آخر بحث نشر حديثا من قبل وكالة الجيولوجيا الأمريكية يو اس جي اس هي رقم واحد نعم على مستوى العالم في مجال الجيولوجيا مثل وكالة ناسا جميل في الفضاء نشرت صوره وبحثا يظهر لك ان عدد طبقات الارض بدقه هو سبعه، يمكن ان نرى ذلك بالفيديو طبعا ونرى اللوحه. يا دكتور. التي رسمتها وكاله الجيولوجيا الامريكيه نعم. عجيب، هم قالوا هذا الكلام. مرسوم يدرس في جامعاتهم ليس الله. وموجود على موقعهم. سبحان وسنرى الله. وسنرى الصوره عليك التي تشرح. يعني العلم والله. تطور في رايه بالنسبه لهذه المساله نعم. حتى وصل الى انها سبعه طبقات. انظر هذه ارضنا. عباره عن ألواح ألواح هذه بينها عباره عن صدوع ملتهبه انظر هذا هو الصدع هذه الصدوع الملتهبه تفصل بين الألواح ولكن اذا نزلنا الى اعماق الارض سوف نرى يعني لهيبا ونارا وشيء منصهر وضغوط هائله جدا وحياه مرعبه تخيل ان انسان يعيش في اعماق الارض يستحيل ذلك طبعا الضغط هائل مليارات الضغوط الجوية تحت درجات الحرارة لم يمكن قياسها حتى الآن غير طبيعية يا رب. هذه هذه الطبقات الأرضية كما وجد العلماء انظر رسموا هنا القشرة الأرضية في الخارج الزرقاء وهي رقيقة لا تتجاوز 100 كيلومتر يا الله قطر الأرض بحدود 13 ألف كيلومتر إلا قليل تصور هذه طبقات الأرض السبعة كما رسمتها وكالة الجيولوجيا الامريكية. النواة واحد تمتد 5100 كيلومتر ثم النواة الخارجية سائلة، مم. ثم الطبقات ثلاثة للوشاح مانتل ثلاثة أربعة خمسة، ثم الغلاف الصخري رقم ستة والقشرة الأرضية رقم سبعة. هذا مرجع جيولوجي أمريكي النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم كيف عبر بأسلوبه النبوي الرائع عن ظاهرة ظاهرة الظلم ظلم إنسان لأخيه كيف عبر عنه؟ كيف عبر صلى الله عليه وسلم؟ <applause> قال صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين الله انظر إلى هذا العذاب المرعب في أعماق الأرض تصور أن هذا الإنسان الآن العلماء يقولون لك ان نواة الارض سائلة تتألف من الحديد وهي التي تعطي المجال المغناطيسي للارض وهذه النواة فيها ضغط جوي هائل وحرارة هائلة لا يمكن وصفها الله اكبر تصور ان انسان يعيش في هذه النواة وتغلفه سبعة اراضين سبع طبقات من الارض هالك هالك لا محالة تخيل هذا هذا الخيال النب... ليس خيال حقائق ولكن نحن نعم 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 لو لو جاز لنا أن نقول فوق طاقة يعني البشر فوق الخيال فوق الخيال نعم نعم, الله. نعم نعم كيف لا نعم نستطيع نعم أن نفكر نعم فيها من... من, قل... من ظلم حتى في روايات كثيرة من ظلم قيد شبر قيد شبر ليس شبر جزء من شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين صلى, صلى الله وسلم. عليه وسلم إذا من يستطيع أن يصف لنا هذا التعبير ثم إن القرآن أيضا عندما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ايضا اشاره الى طبقات الارض، اشاره اخرى. نعم. لانه في ايه ثانيه يقول سبع سماوات طباقا طبقات، فكما ان الله اخبرنا عن سبع سماوات طبقات بعضها فوق بعض انبانا ومن الارض مثلهن. بالعدد وبالشكل ايضا سبعه وطبقات بعضها فوق بعض كما راينا امامنا بالصور التي رسمها اصلا اناس ملحدون وليسوا مؤمنين بارك الله في يعني هذه قوه الاعجاز انه ياتي من اناس ينكرون احاديث النبي وينكرون القران ثم ينطقهم الله بما جاء به هذا النبي قبل 14 قرنا صلى, <applause> صلى الله وسلم. عليه وسلم نشكر حضرتك يا دكتور عبد الدايم على هذه المعلومات التي اثريتنا بها والتي تدلنا اعزائي المشاهدين ان كانت تدل على شيء فانما تدل على انه بين ايدينا كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبين ايدينا سنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرا كررا قد احكمت اياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا